شايله الفراش. يا حلوه اللي شايله الفراش. اكتموا تروحي فين بالفراشات دي يا بت؟ مروان قال لي اذبحيهم عشان عمي هني. عمك من متى بقى عمك؟ جاك عم الدبب. وانا مالي؟ وانا اللي قلت. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هخش اسلم على عمي، اتوحشته قوي، بحبه، مجيته هنيه عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته، عمتي كريمه، الست العجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. اكتر الضحك. اه يا ابني اخلص يا بنت، اطلعي فوق، اخفي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك الجو يا عمي، جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزي؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. وايه المقابله دي يا فوزي؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسال ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركه في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحج يا عمي، ازاي يا عمتي كريمه وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي، بسلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله يا شمس يا بنتي. شمس فوزية، عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركة، والله بركة ان انا بقى لي عازة. تعالى يا اخويا، تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. نادية، روح اذبح الفروج. اذبحه واديبح انا؟ لا يا اخوي. نادية، اذبح الفروج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم ويروح امك. جرت لي بلاش فروج، خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج، انما البط حاجه تانية خالص، وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقه البط. مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك. روح اذبح الفروج. يما يمشوا بس، إن ما طفحتك عظم البط ما بقاش أنا يا نادية.